المرة الجاية هموت واقف، دمي من طلق القناصة لساه نازف، مضروب برصاصة غدر بعيدة ما توجعش، وصاحبها جبان لو وشه يبان هيبات خايف، مرعوب في طبنجة فيها حوالي كام طلقة. هتموت كام؟ هتموت واحد أو 50 واحد ليهم طار؟ لو فاكر في رصاص الدنيا هتموت شعب يبقى انت حمار. بتجرجر عربية السادة خطوة زيادة في خطوة زيادة، ولحد النار، ولحد ما تلقى في زنزانتك دونا عن كل مكان في الكون رحمة وبراح. المرة الجاية هموت ساكت علشان ترتاح، فاكر في الكنبة الملعونة راح تلقى حياة ومعتصماة. عينك بتدمع على مشهد في مسلسل تركي بقاله كتير، وفي آخر السهرة تقول بضمير اللعنة على ولاد التحرير. ما دول لو كانوا محترمين كانوا هيباتوا في بيوتهم، يتدفوا في مج خكاو في الليل، ويمصمص في شفايفه بحسرة لو يبقى وطننا في لحظة جميل، ويهون أمانيه على نفسه بإحساس زايف إنه مشارك بفلوسه الأطفال مقدشه وبصوته للقدس وسوريا، وينام في سريره ويطمن على نور الشمس في إيد مجهول. المرة الجاية هموت مسحول لاحس في الأرض وأسفلته، عريان من بطش ضابط مأجور متحامي في جنده وسفلته، بيجيب الساير من شعره ويهين الصامد في مشاعره، ويخرج عضو المتنجس ويبول على الناس، والكف المرفوع فوق سينا بعلامة النصر مرفوع في وشوشنا بالوسطى. المرة الجاية هموت على وطني بدون واسطة، ملعايش راضي بشكل صريح لهبات العيلة اللي بتحكم، والعظمة المرمية في بقه، والميت رابض على حقه وحق التانيين. المرة الجاية هموت من الغيظ ساعة ما تصرح فوق الجثة بضبط النفس، بتجيبوا برود الدم منين؟ ساعة ما تعيطوا على مبنى، على ريس فاسد ليه سابنا؟ ساعة ما تبان أنياب الخلق من شيخ مسبحته كراسي السلطة وقوانينها، على كام قسيس قال وانا مالي. المرة الجاية هموت وبطاقتي ماهيش في الجيب علشان تحتاروا في جنازتي، تخرج من مسجد او من دير هتلفوا الجثة بالاعلام، والخلق بتخرج وتعزي افواج افواج اكتر ما هيطلع يوم ما يموت ريس سابق او حتى مشير. عارف يا جنابه يوم ما تموت الناس هتكون في عزاك بالامر، والجند هيصرف بدلاته في اخر المعزة زي المقرئ، ساعة ما هيختم بالقرآن هيقولوا القضاء ما حفظوناش، وتلاقي تعازي في الجرنان تدعي بالجنة للمرحوم. لكن ملايين اللي اتظلموا لفين القوت اللي بياكلوه في ورق الجرنان، والزيت السخن على الصورة، فتفيت الأكل على الآية، وبواقي اللقمة على الجنة، في قلوبهم يتمنوا لك نار. المرة الجاية هموت من العار علشان لساني قاعد أكتب وانت لساك قاعد تقرأ، والشارع بيموتوا.